السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مصطفى، اتفضل. الله يحفظك. طيب حضرتك، أنا طالب في كلية أصول الدين بالقاهرة. نعم. بندرس كتاب أرجوز الجوهرة التوحيد. في قضية الصفات عندنا مذهب السلف ومذهب الخلف. في قضية الصفات، يعني مثلا يد الله فوق أيديهم، فقالوا إن مثلا اليد هنا بمعنى القدرة، وهذا تأويل حسن. القول الثاني بيقول إن ربنا ليست له يد كأيدينا، ماشي، ليست له يد، يعني هما ما بيأولوش. لا يعني عفوا، إذا اشتبهت عليك آية، على فرض يعني أنه قد اشتبهت عليك آية، أليس من السديد والرشيد أن تردها إلى المحكمات؟ أن نردها إلى الإيه؟ المحكمات. تمام. يعني المتشابه يرد إلى المحكم. مثلا النصارى يقولون إن الله روح، إن عيسى روح من الله، اشتبه عليهم الأمر، يردوه إلى قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يجدر أن نرد إلى هذا، نرد إلى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، نرد إلى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. كذلك عندك هنا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال موسى عليه السلام لآدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فإذا اشتبهت عليك يردها إلى المحكمات. بس معلش يا سيدنا، سؤال بس، انا سالت الدكتور في القضيه يا اخي. عفوا، احنا اشبعنا القول في الصفات من قبل، فهذا الذي عندنا، ولا تلزمني بدكتورك، فاننا لا نعتقد انه على علم بصفات الله، هذا جاهل. معلش، لا احب ان انقل شبهات الدكاتره وان تخضع له من اجل ان يعطيك شهاده. لا يا والله يا اخي، غيرك من السويين الذين هم احرار عن الشهادات لا يسلكوا هذا المسلك الجدلي. شكرا لك.